موضوعنا اليوم موضوع عبدالة فقر ودمار، تشوفوا في البلاد كيفاش كازا ناس كل بطالة، فماش خدم، العباد تحب تخدم، العباد تحرك على رواحها. علاش فما خدم؟ علاش ما فما خدم؟ العباد ما تحبش تخدم، ما تحبش تتحرك، ما تحبش دور الزيرو، راهي العجلة ديما تدور، فهمتني؟ ماذا بينا اخويا كان العباد البطالة تقوم تتحرك تخدم، يا اخويا شوفوا حل للشعب، شوفوا حل للعباد البطالة، راهو ناس كل تنجم تخدم، ناس كل تنجم تنظف مخاخها، أسهل حاجة هي الوسخ، أصعب حاجة هي النظافة يا اخويا، نحيو علينا الوسخ، نحيو علينا المخ الخامج، نحيو علينا الفساد من البلاد، نحيو علينا كل شيء، خلينا نظاف، خلينا نشوفوا دنيا جديدة، خلينا نعيشوا، خلينا ننظفوا بلادنا، خلينا اخويا نشوفوا كيفاش ننظموا الدنيا، ننظموا ما تعرفش انا باش نقول لك باش نحكي لك، فسر لهم علي انت، فسر لهم شهرك علاش البطاله؟ شنو علاش فما بطاله؟ خاطر ما فماش خدم في البلاد. هو فما خدم، وين فماش خدم؟ وين شوف فيها الخدم؟ فيش 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 مرشي فيش مرشي فيش 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 تخدم في مرشي فيش 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 تخدم بدون رخص، فهمتني؟ يا خويا خلي البلدية تسيب رخص، يا خويا خلي العباد تخدم، خليها البلدية تسيب رخص، خلي العباد تخدم. عندك فلوس فلوس؟ عندك فلوس؟ ايه تاش بتخدم كاكي عندك فلوس؟ انت عندك فلوس يا اخي، كيش عندي فلوس عليه بطال يعني. ايه تاخذ رخصة يا اخي، سيرك انك رخصة يعني. هو حكيت رخصة، انت واحد من الناس يعلم بك ربي، انت نمو تاخذ رخصة، وهذا ياخذ رخصة، وهذا ياخذ رخصة، وهذا ياخذ رخصة، بلاش ناخذ فيهم نحن رخص في تونس وكل ياخذ فيهم اللي عندهم الفلوس. معلم مرة طلعت مع تاكسيستي عنده 5 رخص. بوليس مش بوليس، مش بوليس من النقابة، عنده 5 رخص. يا معلم يا اخويا يا معلم، انت عندك رخصة تاكسي، تحب لك على الاقل 3 ملايين باش ياخذ رخصة تاكسي. ايه بتبيع اشعالة وبرشا حاجة. نظف يا دولة، نظف نظف روحك، قبل تحب تنظف الشعب وتنظف الشباب، نظف روحك. شعنيك بتاعها انت؟ نظف روحك. الدولة اش عملت لي؟ اش تعني لك البطالة؟ اش تعني لي البطالة؟ يا صاحبي يبي بالك عندي حرف انا في الجرية في الدار من البطالة؟ صوصت في الجرية. صوصت عندي حرف في الجرية صاحبي، كنت تكة نبدأ مرتاح. بطالة تعني لي برشا حاجات البطالة، يعني البطالة ساعة في واحد بطل في مخه بالله. انت لقيت خدمة ولا ايه؟ خدمة؟ فما خدمة من غير سي ان اس اس، فما حتى شيء تخدم تحت حيط، هذاك تسمى بطال معلم، تخدم ايه تخدم تحت حيط، راك تسمى بطال، راك تسمى انسان بطال. خدمة وصف عليك سي ان اس اس فماش يا خويا، انا نمرض، امي تمرض، بابا يمرض. ترجع الموضوع هذا يعني موضوع حلمة، معناتها يلزمني انا 50 دينار باش داوي في نداوي، ما هو 3000 و4000 فرنك تاع سي ان اس اس اللي نخدم عليهم نجم نداوي بيهم. اما خدمت تحت حيط في تونس ما فماش رقابه، ما فماش عباد شاده الحكايه هذه، فماش لجنه تصدم على حوان وتصدم على القراوي وتصدم على برشا حاجات على الشركات، لجنه ما فماش، فماش مراقبه. كيفاش 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 تلعب تاع قبل الثوره؟ تاع قبل الثوره خير من بعد الثوره. برشا قهوة تعطيك 3000 قهوة ب4 مليون، باكو دخان ب2500 جو كبير. لا زادوا فيه دخان 50 يوم زادوا زادوا جو جو كبير 3000 فرنك قوم تعمل باكو دخان وقهوة، قهوة معلم 10000 باش تعمل باكو دخان وقهوة. اسمع يا سيدي، كنت تاخذ سباكر 3000 سباكر كمان ب9 مليون، اليوم ياخذوا دينار 50 سباكر. وخدم ما فماش، خاطرك تمشي تخدم كما قالك، لا سي ان اس اس لو يحزنوا تخدم بطال، انت حاس روحك فيك وسب في الكليب، انت تخدم وبطال، تخدم باش تصرف عليك، انت تخدم او بطال، ما عندك حتى شيء تثبت انت تخدم، ما عندك حتى ورقه. ريت البطاله البطاله ما فما حد يتكلم على الشباب البطال والعباد اللي تخدم تحت عين، فما حد وينهم العباد؟ لحظه بارك اخويا، لحظه بارك يا كوارش، مش عربي ايش؟ ايش 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 ايش
تقرا كيفاش تكبر باش تولي شغلك كان كتب بعد الزوار فوق عنده المعارض ما عندوش نجم تقول انا نولي كوارجي وبوك عم ما عندوش المعارض نجم تولي كوارجي صعيبه شوي وشكون فريقك المفضل؟ الاسبيرانس احكي معاه احكي على البطالة البطالة نخدم على رواحكم البطال السيد هكا تقول لنداد اقراو على رواحكم توصلوا اقراو على رواحكم توصلوا خويا البطال هذا مش باش يتحل في تونس ومش ناخذوا بطال اللي ربي سهل كيف موته بحرقه بحكايه خاطر البلاد هذيا فيها شيء يصلح ونرجع للمشكله الاصليه اللي هي مشكله الدوله الدوله هذيا ما تعني شيء الشباب نتاعها والشباب نتاعها كله ضاع ما خاطر ما فما شيء يصلح في البلاد هذيا حتى الخدمه تخدم قدف تخلص 400 500 كانت دارت نحي منهم 250 ها تاع دارك 250 باقي ترونسبور واحد وباقي تتسلف و وتنتج وتجيب و... عاد مش لازم تخدم خير لا مش لازم تخدم خير هكا خير انا اللي بطل راها خير لو انا ما بطل وسامع شوف هاو سؤال واحد بطل ولا هويته مفضله انت ما نقاوه في القهوه صحيح ولا ايه؟ صحيح شو تنصح الناس ينقصوا القهوة يمشوا يلقاو ختم ولا كيفاه؟ خويا امشوا يتحركوا هذا يوم شو يتحركوا يخدموا على رواحهم لا هذاك شو نصحته انت وانت عبر عبر ولا شو باش تعبر؟ كل يوم باش نعبر هذا ما يعبرش هذا ما عبر لا غدا ما تقال حد شيء هو ما قال شيء هو برا تكلم شنيا على بطالة على بطالة احكي على بطالة ينتجوا مش نهار كامل راحل ينتج تو يخدم أنا شهر كامل راقد وشد قاوي بقى كده كله لبدالة وكله الفلاحة اي مثلا الفلاحة فيها فلوس اما للفلاحة للفلاحة مثلا خويا تو مثلا ولاد البلاد ما فماش ولاد بلاد وجبورة نحينا منها العقلية هذه تو احنا بلغة العاصمة يقولوا على البلدي يقولوا برا عرس ليجيفوا كالك فلاح خاطر الفلاح بفلوسه والبلدي اللي هو لعبها بلدي ولد بلاد فرانكلي فليلي سفر مليم ما يكسب شيء برا خويا عرس لا يجي فك لك فلاح خاطر كي يجي فك لك فلاح ما تلقاش روحك وما ترتاح الموضوع ما فيه انا ننصح كل بطال يعني كي ما لقاش خدمه فيه سي ام اس اس وما فيهش يعني يصبوا عليه من غير ما يخدم يخرج يوري للدوله واش نجم يعمل انت قريت قريت انا علاش ما تمشيش تخدم انا مش مشي نخدم مديت وراقي قالوا لي انت شكون عندك اعطيني فلوس عندي 100 200 300 راح نحط للبيرو كل يوم فلوس ما عنديش عليه صحيح يا اخي والله عمرني ننطج فيهم نجم نجيب 200 و300 و400 و500 نجيبهم من الشارع اما ما نعطيهمش للبيرو خويا ما نعطيهش ما نحملش انت باش نعطيك شوف شويه عبير